السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. في هذه الحلقة سنمر بإطلالة سريعة على آخر منشورات الفنانين على الإنستغرام. النجمة المغربية نورة فتحي تطل بصورة جديدة ظهرت فيها بالحجاب، حيث أثارت إعجاب متابعيها على صفحتها الرسمية بالإنستغرام، وتعدت عدد الإعجابات على الصورة أزيد من 2 مليون مشاهدة. المغربي سعد المجرد يعود مرة أخرى عبر حسابه بالإنستغرام ويروج لأغنيته المعلم للوصول إلى مليار مشاهدة، وبدوره تفاعل معه المعجبين متمنين له الوصول إلى هذا الرقم حتى يكون أول فنان مغربي وعربي يصل إلى هذا الرقم. الفنان المغربي زهير البهاوي كذلك عبر صفحته بالإنستغرام يزور الأطفال المصابين بالتوحد، حيث نشر فيديو عبر صفحته بالإنستغرام معلقا عليها: الأشخاص التوحديين بدعوة من صديقي عبد السلام أمام الكم الهائل للمشاعر اللي حسس بها مع هاد الأطفال، حب عطف مشاعر غير عادية، ولكن الشيء اللي تأكدت منه هو درجة الذكاء اللي عند هاد الأطفال. كنشكر أعضاء الجمعية للمجهود اللي كيقوموا به مع هاد الشريحة من ولادنا، ولاد بلادنا حنا في حاجة للناس بحالكم. بعد المناسبة كنتمنى من كل واحد منا الانخراط في جمعيات المجتمع المدني. كذلك نشر آخر منشور له يسأل متابعيه عن ستال أغنيته الجديدة التي ستجمعه بكارمن سليمان. كيف ما العادة بغيت نقول لكم شي حاجة. كارمن شنو؟ الفنانة المغربية لطيفة رأفت تسترجع ذكريات الزمن الجميل وتنشر أغنية علاش يا غزالي عبر قناتها باليوتيوب، وروجت لها من خلال صفحتها بالإنستغرام لتلقى إعجاب متتبعيها. الإعلامية رشيد العلالي يخرج بصورة جديدة على صفحته بالإنستغرام، وقد ظهر وهو يلبس جلابة أو قشابة بالدرجة المغربية برفقة كلب من نوع كانيش ليعلق عن البرد القارس الذي يضرب هذه الأيام جل مناطق المملكة، وعلق قائلا: البرد أصمد الكزز زفزفوفي سمقلي زيد كمل، تعددت الأسماء والبرد واحد. أما الفنانة المغربية أسماء النور فقد ظهرت رفقة شقيقها لمشاهدة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الأردني، والتي انتهت برباعية نظيفة للمغرب. هذه الأخيرة شاركت الأجواء من خلال حسابها وهي تردد النشيد الوطني معلقة: عاش المغرب وهارد لك لإخواننا الأردنيين والفلسطينيين. كانت هذه إطلالة سريعة على آخر منشورات الفنانين المغاربة. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.